أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة. أما بعد، أعلم خلق الإنسان وركب إن أهل مصر، فعليك بالشبيه. أعلم أن العرب من غير مغالبة ولا ركوب الصعاب، وهم لا يحاولون الخطر، وهم لا يذهبون إلى المحاربة إلا إذا دافعوا بذلك عن أنفسهم. سيداتي سادتي، نحن نجتمع اليوم لنحتفل باليوم الأكبر في تاريخ هذه الأمة ولتحقيق حلم كان يراودنا منذ 48 سنوات طوال. بلدنا يا إخوان خلال الخمس سنين الجايات راح أصبح بلد جديد، راح نقوم بتطوير الكثير من الشوارع، أو بالأحرى سنفتتح شوارع جديدة. أي نعم، امبارح بالليل حلمت وطواط كبير وشنع هدى على راسي وعلق بشعراتي. حبيبي المشكلة إنه مراقب الدولة عنده صلاحيات كبيرة، وإذا استلبس واحد بعد عليه. شو مع التخفيضات بالأرنونة للمقربين وللموظفين؟ هاي بتمشي والله، هذا تعلق بالحظ، يعني احنا وحظنا. فصل جميع الموظفين الغير مؤهلين. ايوه، وفصل السكرتيرة الشقرة اللي عيونها مرات خضر وعيونها مرات زرق، وتجيلي على الشغل لابسه ميني مفصولة. انا قررت اعطيكي وظيفة إضافية، بدي اياك تكوني مديرة قسم الأمن الداخلي في المجلس. مش حدا يلعب بالليل من ورا ظهر النهار. شو بدي؟ برافو سامي، برافو. حرك يا عم الدخل. أنا سياستي شيء، أنا سياستي ضد الحلول المؤقتة، أنا بدور على حلول جذرية وفقط جذرية. رحب الله أبا العلاء المعري وقال: أما زال السلاطين يتحكمون بالرعية وهم في الحقيقة خدامها؟ أنا زلبرمان من جيش الدفاع الإسرائيلي ووحدة البناء. شرفنا، أنا حسن.
بتقول يعني سكن الذئب مع الشاة. حسونا الذئب مع الشاة. ترسى حسونا امضي لي هون. ايش هاي؟ تصريح. انا حسن الساكن في قرية وصرح بهذا انه في عملية اغراض 67411 بتاريخ 2/7/67 نفذت عندي الاعمال التالية: تفجير بيت الخاص وهدمه تماما بما في ذلك المطبخ والمنافع، قطع خطوط الكهرباء والمياه عن بيتي. هذه الاعمال تمت بما يرضيني وليس لي ولن يكون لي اي ادعاءات او شكاوى ضد المكاول جيش الدفاع الاسرائيلي وحدة البناء. بكشر واني قالت لي لما تكثر الشكاليب وانصاص في قفا الخنزير ويبطل يخرخش لما نهزه ساعتها بقدر اشتري لعبة سامسون. امي قالت انه هيك اصول التربية وهيك بتعلم اعمل قيمة للمصاري. مصاري 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 مصاري. إن كنت غني كتير بدك تسهر شي سهرة ولدته خمرة كتير سهرة دولار حمرة. بالوقت ده حسيت مع شي وحدي فنطز وحدي بتجر وحدي والوحدي بالدولار بتصير بحالة تخدير. ايش بعدك بتعملي هون في القاعة فيها 2000 معزوم عم بيشرب القبطين اللي انا دافع حقه؟ تفضلي انزلي على القاعة. ما سمعتيش شو حكيت؟ عم بقول لك في 2 بدهم يتجوزوا. تفضلي انزلي على العرس. سوزان قفلت على حالها باب الحمام بدهاش تطلع وبدهاش تتجوز. سوزان بابا بدي اشوفك بفستان العرس اللي حقه 6500 دولار. بدي اشوفك بريت الحمام بعد 5 ثواني. انا بقولك شو كمان 5 دقائق اذا بتطلعش سوزان من الحمام بسحب حالي انا وياكم بنطلع من الباب الوراني وبنسافر على ابعد بلد عشان مش رح اتحمل الفضيحه. أنا راح أخلع الباب، ابعدي عن الباب ووقفي بقلب البانيو. وجديك خلاص خلاص ابعدي عن الباب. وجديك ما عم نطاف بتطلع. أنا راح أقابل مطابخ ليش وقت ليش صحنا بكسر الباب. وجدي ما صباح الخير. أستاذ موجود؟ عشان تعشان الباب. شكرا. انتبهي للباس. هيدو أستاذ. في عندنا 3 عود كبريت وهذا كمان عود. المشبوه بيكون 4 كاملات بطلع قدامك. اذا اخذت منهن واحد قديش بضل معك منهن؟ اذا كان لك خشمال اخذت منهن واحد ولا واحد استاذ؟ كيف ولا واحد؟ انا الي خشم اذا حتى بطل في عندي ولا خشم. اصغي باهتمام وتركيز كبير للدرس. حاضر استاذ. خلال اقل من 10 دقائق راح تفهمي المبادئ الاساسيه لفقه اللغه واسس اللغات. مالك؟ استاذك توجع عند الاستاذ. مهم مش لازم نوقف الدرس لاشي تافه زي هذا. بدي اقول لك بكسر راسي. رح تقدر تكسر راسك بدك تتصيح علي شو فكر لحالك؟ بس كثير احسن منك وبدون حكي. بطل طلبك حمد اسناني عم توجعني. وصلنا الى منتهى القول وقد استوفينا ما حسبناه كفايه. ولعل من ياتي من بعدنا ممن يؤيده الله بعلم مبين يغوص في مسائله على اكثر مما كتبنا